كنا دائما ولعدة سنوات متمسكين بالحوار الجد والمسؤول، ولكن للأسف وصلنا إلى الباب المسدود. وصلنا إلى الباب المسدود، وهذه الاحتجاجات هي ضرورة وليست اختيارا. نحتج على مشروع قانون المسطرة المدنية على نقطتين أساسيتين. الأولى، نقول لوزارة العدل: لماذا جعلت المفوض القضائي في التبليغ هو الأساس، ولكن في التنفيذ وضعت الاختيارية بين كتاب الضبط والمفوض القضائي؟ فلماذا هذه الإزدواجية؟ نريد الإنصاف هذه المهنة بعد 34 سنة من الممارسة. لم يعد هناك أي مبرر لاعتماد نظامين: نظام حر وهو مهنة المفوض القضائيين، والنظام العام وهو نظام الموظفين. هذا فيما يتعلق بالاختصاص. كذلك نحتج على إسناد اختصاصات تتعلق أساسا بمهام كاتب الضبط، المفوض القضائي إلى قاضي التنفيذ. والحال أن إصلاح منظومة العدالة جعل أساسا اختصاص السيد قاضي التنفيذ في البت في الصعوبات الواقعية والقانونية. هذا فيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية. فيما يتعلق بمشروع قانون المنظم المهنة، نلاحظ أن هناك تراجعات عديدة ومساس بالحقوق المكتسبة. فيما يتعلق هناك نص نعتبره غير دستوري، لأنه فيه مساس بالمحاكمة العادلة، مساس بقارنة البراءة، والذي يتعلق بإعطاء الصلاحية للسيد وكيل الملك بإيقاف المفوض القضائي أثناء المتابعة التأديبية أو الجنائية. فنحن نتمسك بالكرامة، نتمسك بالحرية والاستقلالية. لقد أثبتت مهنة المفوض القضائيين نجاعتها من خلال القضاء على المخلفات من التبليغ والتنفيذ، فلا بد من الإنصاف. الوقفة ديال اليوم جات نتيجة مشروع قانون المهنة اللي كانت فيه عدم تشاركية مع الهيئة الوطنية المفوض القضائيين، كما أنه قانون جاء عاما والغير مفصل، وهو ما يعيق عمل المفوض القضائي. إضافة إلى أن مشروع المسطرة المدنية جاءت فيه الازدواجية، إضافة إلى أنه نعاني من الاستقلالية في العمل ديال المفوض القضائي. وهذا كله تيصب في واحد الجانب، أننا اليوم إحنا ما بقيناش قادرين باش نستمروا في العمل ديالنا، لأن تلقاو عراقيل في العمل ديالنا، وهذا الشيء كله ما تيساهمش في هيكلة وإصلاح منظومة العدالة. فالمفوض القضائي له دور كبير، به تبدأ المسطرة وبه تنتهي، وهو والأحكام بدون تنفيذ تبقى حبر على ورق. وبالتالي ليكون هذا المفوض القضائي في مستوى الحدث وفي مستوى المسؤولية، ينبغي تمكينه من ترسانة قانونية قوية قادرة على تمكينه من القيام بعمله على الوجه المطلوب. والسلام عليكم. نقف اليوم وقفة إجلال، وقفة الكرامة، وقفة احترام القانون. نقف اليوم ضد مشاريع الدل، ضد مشاريع الاستحمار. نقف اليوم لأن بلادنا تعرف مشاريع جد خطيرة ستهوي بها إلى الهاوية نتيجة سياسة الترقيع وسياسة اللامسؤولية الممارسة من طرف وزارة العدل. فاليوم إن كنا نقف هنا، نقف من أجل إصلاح حقيقي وليس إصلاح صوري. أتمنى أن وزارة العدل تفهم الرسالة، وأتمنى من البرلمان مستقبلا أن يراجع جميع المشاريع. المشكل هو مشاريع قوانين الردة، لأن كان هناك اتفاق ما بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل من أجل تعديل قانون مشروع قانون مصر المدنية، وكذلك مشروع قانون منظم المينا. وهناك محضر اتفاق سنة 2022 مع وزارة العدل في 19 نقطة تم الاتفاق عليها، والحال أن وزارة العدل لم تحترم هذا المحضر ولم تحترم التزاماتها، وقامت كعادتها بتمرير مجموعة من القوانين في غيبة الهيئة الوطنية. نتساءل أين مبدأ التشاركية؟ نحن نؤمن به، ولكن وزارة العدل تعمل صوريا، وهذا ليس في مصلحة مستقبل المينا، لأن الخاسر الأول والأخير هو الوطن، ولا نريد للوطن أن يكون خاسرا.